رحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من وقت سكر على قناة النادي الأهلي. أولادنا المصريين المحترفين في الخارج في نصف نهائي بطولة الشامبيونز ليج واليوروبا ليج. أولادنا هيلعبوا ماتشين يعني قمة في القوة، سواء ليفربول ومحمد صلاح مع إيه روما، وطبعا النادي القديم لمحمد صلاح اللي صرحوا وقالوا لولا أن وجود محمد صلاح معنا الموسم الماضي وأهدافه واحتلالنا المركز الثاني ما كناش هنبقى موجودين في المباراة قبل النهائية للشامبيونز ليج. أيضا محمد النني وتألقه في مباراة سيسكا موسكو، واللي قدر أنه يصنع هدفين المباراة ويحصل على رجل الجولة في اليوروبا ليج، ونجح أنه يقود ناديه إلى دور قبل النهائي. وبالمناسبة يعني هو شهر مميز جدا وشهر مهم جدا للاثنين لعيبه، فعلا بيثبتوا ان مفيش حاجه في كره القدم مستحيله. اثنين لعيبه كره القدم طالعين من الدوري المصري، واحد يبقى موجود في قبل النهائي للشامبيونز ليج ويحقق كمان، مش بس حقق وجوده في قبل النهائي، لا النهارده كمان بيحصل على رجل الدوري او بلاير اوف ذا مانث للدوري الانجليزي الممتاز، وكمان لاعب الشهر في نادي ليفربول. وايضا محمد النني بيحصل على لاعب الجوله في أرسنال في اليوروبا ليج. وبالتالي عشان كده ابتدينا قلنا ان هو مع حضراتكم اولادنا موجودين في الادوار قبل النهائيه للبطولات الاوروبيه. كمان ان شاء الله ده كمان يدينا توقع ومقياس ان شاء الله منتخب مصر ممكن بشكل كبير يؤدي بمستوى طيب كمان مع اللعيبه المحترفه اللي بتبقى موجوده في اوروبا في مختلف الدوريات، ان هم يكونوا اضافه قويه للمنتخب، وده اللي هينعكس علينا ان شاء الله في روسيا في كاس العالم في مجموعتنا الصعبه، اللي ان شاء الله هنشوف تألق للاعبتنا المصريين المحترفين في الخارج مع المنتخب، وكمان اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المحلي. لكن اكيد هنتكلم على القرعه، هنتكلم على حظوظ كل الفرق اللي موجوده. لكن قبل ما نروح لفاصل تعالوا نشوف اهم اللحظات الحلوه والذكريات اللي كانت موجوده في كاس العالم 2010، ونرجع نكمل معاكم وكلامنا بالتفصيل على الشامبيونز ليج واليوروبا ليج. حضراتكم من جديد، وقبل ما نبدا مع حضراتكم القرعه و أهم الأحداث العالمية والأوروبية، هنستعرض مع حضراتكم خبر خاص بقناة النادي الأهلي وخاص بالنادي الأهلي، وهو حفل افتتاح بطولة الأهلي الدبلوماسية اللي بتقام حاليا في أهلي الشيخ زايد، وبطولة طبعا دبلوماسية واضح من اسمها أن بيشارك فيها عدد من الفرق المشاركة، وده عدد السفارات يعني بيشارك فيها 24 فريق بمختلف السفارات أو البلدان اللي متواجدة في مصر، وبتشارك في بطولة دبلوماسية في الشيخ زايد. البطولة طبعا أقيمت أول يوم ليها كان النهاردة، البطولة من يوم 13 إبريل لحد يوم 28 إبريل. البطولة طبعا يعني النهاردة الظهرية تم افتتاح البطولة، أستاذ طارق أنديل والمهندس محمد سراج كانوا متواجدين بالنيابة طبعا عن مجلس الإدارة. كان طبعا الاستاذ والمهندس محمد سراج كان قال كلمه الافتتاح، واكيد طبعا هو معانا دلوقتي على التليفون علشان نتكلم معاه باستفاضه عن البطوله المقامه حاليا في اهلي الشيخ زايد. استاذ محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا عمر، ربنا يخليك، ومشكر ليك جدا وجميع الساده المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. يعني النهارده اكيد كان افتتاح مهم جدا لبطوله مهمه، عايز اعرف من حضرتك دور النادي الاهلي الاجتماعي في تنظيم بطوله مهمه بتقرب طبعا شعوب وبتقرب يعني جنسيات مختلفه من بعض. والله طبعا يا عمر زي ما انت قلت يعني هي نقطه مهمه جدا، ويمكن ده كان وفق برنامج عائله الاهلي من اول يوم حاطين في الخطه بتاعتنا ان احنا دورنا ما يبقاش مقتصر بس على الاحداث الرياضيه فقط او على دور النادي الاهلي رياضيا فقط، لا احنا النادي الاهلي طبعا دوره اكبر من كده بكتير، فلازم يكون في جزء خاص بدور وطني وجزء برضه خاص بدور مجتمعي. فانا شايف ان البطوله مهمه جدا وليها دور ابعد من كونه رياضي زي ما انت قلت في شكل روابط ما بين الدول المختلفه اللي موجوده معانا 24 سفاره، وفي نفس الوقت برضه يبقى دور يعكس دور ريادي والمسؤوليه المجتمعيه للنادي الاهلي تجاه ابنائه وتجاه شبابه. فشايف ان هي بطوله اهدافها مهمه جدا ابعد من كونها اهداف رياضيه. طبعا محمد يعني دي السنه الثانيه النادي الاهلي بينظم فيها البطوله، هل شايف ان تنظيم النادي الاهلي لبطوله مهمه زي دي حاجه مهمه وطبعا بتنعكس على النادي الاهلي خارج مصر؟ طبعا اكيد يعني
احنا النادي الاهلي الحمد لله يعني اسمه زي ما احنا بنقول هو الحمد لله اكبر نادي في مصر وفي افريقيا وعلى المستوى العربي، هو اسمه عالميا كبير جدا، وده احنا بنشوفه دايما لما بنطلع الحمد لله في اي محافل دوليه. النادي الاهلي معروف بره بجماهيريته وبطولاته بتاريخه الكبير، وانا شايف ان حاجه زي كده عمر مش بس ان هي بتضيف للنادي الاهلي، لا انت كمان بتضيف للبلد، لان انت السفارات دي كلها لما بتيجي عندك بممثلينهم بكل الناس اللي تبع السفارات الصوره بتتنقل بره بشكل قوي. النهارده كان في مثلا مواقع المانيه ضغطت الخبر وبتسجل معانا ومع السفير الالماني طبعا اللي حضر الافتتاح. طبعا فحاجه زي كده طبعا انا شايف ان هي ومن على ارض مصر داخل النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد حاجه مهمه جدا، وحاجه من خلال الرياضه بنوصل رسائل مهمه جدا لكل الناس. طيب يعني عايز اعرف اشمعنى اهلي الشيخ زايد؟ هل انتم شايفين ان اهلي الشيخ زايد هو موقع استراتيجي وفرع استراتيجي يقدر يستضيف بطوله مهمه زي كده، ولا كان ليكم رؤيه كمجلس اداره رؤيه معينه؟ لا والله هو فرع الشيخ زايد طبعا عندنا اهتمام كامل بكل الفروع مقرات النادي الاهلي، يعني سواء الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد، لكن طبعا هو الشيخ زايد يمكن الفتره اللي جايه احنا عايزين اكيد على انشاءات هناك بشكل كبير، وعايزين برضو ان احنا يبقى فيه دعايه قويه لفرع الشيخ زايد الفتره القادمه، ونبدا نستقطب فيه برضو اعداد اكبر. هو مكان كويس جدا مميز ومعمول بشكل كويس قوي، وان شاء الله هيبقى فيه اضافات كمان في الفتره اللي جايه فيه، واحنا بنحاول طبعا على قدر المستطاع ان احنا الانشطه المختلفه تتوزع على جميع الفروع، يعني يبقى كله فروع وكل اعضاء النادي الاهلي في مختلف الفروع واخدين حقهم طبعا علينا، فيمكن ده اللي كان السبب يعني. والحمد لله النهارده كان في اشاده الحمد لله واسعه بتنظيم البطوله، الناس كلها كانت مبسوطه، كان في اسر كثيره جدا جايه من مختلف السفارات، يعني كان في شرائح من الاطفال والعائلات مش بس ناس كبار، يعني كان في مختلف الاعمار، فانا شايف ان دي حاجه برضو كويسه جدا، والتنظيم كان راقي، ويمكن برضو كان المهندس خالد مرتجي هو اللي ماسك التنظيم البطوله وهو رئيس اللجنه في البطوله، بس هو يمكن ظروف سفره مظبوط هو مش موجود حاليا، فيمكن عشان كده بس ما كانش موجود النهارده، لكن الحمد لله كله كان بيشيد بالبطوله بشكل كبير يعني. طمنا على فرقه مصر، يعني النهارده انت كنت موجود، فريق مصر اخباره هل هو قادر على الفوز بالبطوله ولا في فرق ثانيه اقوى مننا في البطوله؟ احنا في مختلف فرق، يعني في فرق يمكن بتمثل الجامعه في الدول العربيه طبعا وفرق الامم المتحده، وفي يعني طبعا من فرنسا واسبانيا وفيتنام وارجنتين، ويعني عارف مختلف القارات. يعني انا قدامي فرق كتير جدا زي كازاخستان، يعني الهند، فيتنام زي ما انت قلت طبعا، وجامعه الدول العربيه، ففي كذا يعني فعلا هو دور اجتماعي مهم جدا، وفي ملتقى ما بين الشعوب والجنسيات، وده يمكن زي ما انت قلت ده كان هدف طبعا كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. يعني باشمهندس محمد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا طبعا، ووضحت بعض النقاط الخاصه ببطوله الاهلي الدبلوماسيه المقامه في الشيخ زايد، وكل التوفيق طبعا ليك ولمجلس اداره النادي الاهلي. يعني كان موجود معايا التليفون الباشمهندس محمد سراج، وكلمنا بشكل مستفاض على بطوله الاهلي المقامه في الشيخ زايد. نرجع نكمل مع حضراتكم طبعا قرعه الشامبيونز ليج اللي اقيمت الظهر النهارده، يعني طبعا قرعه قويه جدا، كان فيها اربع فرق، كل يعني كل الشعب المصري كان مستني كمان متوسمين خير في محمد صلاح انه يقدر يكمل تالقه اللي كان موجود في مباراه مانشستر سيتي، وكمان بس مش في الشامبيونز ليج، لا ده كمان في الدوري الانجليزي، طبعا متصدر هداف الدوري الانجليزي 29 هدف، وكمان متالق في الشامبيونز ليج. مباراه مان سيتي اكيد لما نعرضها ونعرض الاهداف اللي هنشوفها هنشوف بقى العقل والهدوء والرزانه في احراز هدف الاول وهدف اطمئنان وصعود فريق ليفربول بنسبه 100% لدور قبل النهائي. وكمان محمد النني زي ما انا قلت في الانترو ان اولادنا المصريين فخرنا وفخر العرب الاثنين موجودين في بطولات قبل النهائي لاوروبا، واحد في الشامبيونز ليج واحد في اليوروبا ليج، ففعلا احنا بنفتخر بوجود اثنين لعيبه على اعلى مستوى في منتخب مصر وفي فريق في فرقهم سواء في فريق ارسنال او في فريق ليفربول. ان شاء الله يعني كل التوفيق ليهم ولفرقهم في
الصعود للمباراة النهائية. يعني ناخد الأول الشامبيونز ليج وبعد كده نطلع نتكلم على اليوروبا ليج. طبعا أول مباراة، مباراة مان سيتي وليفربول، تعالوا نشوف أهداف المباراة ونرجع نكمل معاكم باقي أهداف مباريات الشامبيونز ليج ودور الثمانية للبطولة. طبعا هدف محمد صلاح وكلنا كمصريين هو ده الهدف اللي يهمنا، هو ده الحدث المهم جدا اللي كان هممنا في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بغض النظر طبعا عن كلام جوارديولا طوال موسم طويل جدا في الدوري الإنجليزي وكلامه على محمد صلاح وعدم مقارنته طبعا بدون ذكر أي اسم من اللاعبين الآخرين، لكن هو كان بيتكلم على مقارنات مع لعيبة مختلفة وقال بلاش تقارنوه، لكن الرد جه قوي جدا وقاسي من محمد صلاح، مش بس في مباراة أو المباراة الأخيرة، لا ده كمان في مباراة الإياب والمباراة السابقة في الدوري وأهدافه. يعني كل ما بيلاعب مانشستر سيتي بيحصل طبعا نوع من أنواع التوفيق عالي جدا، ومحمد صلاح بيتألق وبيحرز أهداف وبيكون سبب في فوز فريقه والحصول على 3 نقاط أو الصعود إلى دور نصف النهائي من طبعا الشامبيونز ليج. لسه مكملين مع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وتعالوا بقى نشوف احتفالات لعيبة، احتفال طبعا لعيبة ليفربول ويورجن كلوب مع الجماهير، وهنشوف مع حضراتكم دلوقتي وانا بتكلم معاكم. يعني مفيش احلى من الفوز ومفيش احزية اللي بتتكلم على محمد صلاح، وزي ما احنا قلنا حاجة مشرفة جدا جدا ان احنا نجم عربي، نجم مصري يكون على الصحف الرئيسية لكل الصحف الانجليزية اللي بتتكلم عليه. طبعا زي ما احنا شايفين محمد صلاح ده هدفه او احتفاله بالهدف اللي احرزه في مانشستر سيتي، واضح ان طبعا يعني جريدة اكسبريس الانجليزية بتقول محمد صلاح الجبار بيخرس مانشستر سيتي، واضح يعني امام حضراتكم من جريدة لجريدة طبعا سواء الاكسبريس او الديلي ميل او سان او غيرها من الصحف الانجليزية. طبعا سبورت كتب على محمد صلاح وبتقول ان محمد صلاح يطرد فريق مانشستر سيتي، ولسه مكملين طبعا مع الديلي ستار وتقول ان محمد صلاح ينهي حلم مانشستر سيتي، وبالتالي زي ما احنا قلنا متصدر كل العناوين الرئيسيه دي. طبعا الجارديان اشهر الصحف الانجليزيه اللي بتقول محمد صلاح منقذ فريق ليفربول، مش هو بس برضه، عايزين نقول ان صلاح وفيرمينيو وماني كل كتيبه العمل مشاركه في فوز ليفربول، وان محمد صلاح هو المايسترو اللي بيقود الكتيبه دي كلها. طبعا ميرور سبورت وبتقول طبعا مو محمد صلاح بيتر ذان بلوز، محمد صلاح افضل من الزرق، وبالتالي زي ما احنا شايفين الاحمر والازرق، لكن الاحمر دايما بيتفوق على كل الالوان. ديلي ميل طبعا وكاتبه زي ما احنا شايفين فوق صور بيب جوارديولا وتحت محمد صلاح، وبتقول بس احنا هنترجمها طبعا بلغه فيها احترام شويه، ان طبعا محمد صلاح زي يعني يسجل ويخرس ويبخر مانشستر سيتي، وبصراحه فخر يعني لينا واحنا بنتكلم بصراحه، يعني مبسوطين جدا بلاعب، ولا كان حد يتوقع ان محمد صلاح يعمل كل المفاجآت دي في انجلترا ويتفوق على كل نجوم العالم. وده اخر صحيفه موجوده معانا من صحيفه سبورت، وبتقول طبعا مترو سبورت، وبتقول مو ماجيك او سحر محمد صلاح ينهي ويطفئ احلام وطموحات بيب جوارديولا ومانشستر سيتي. طبعا احنا عارفين ان كان في مشاحنات في المباراه الاولى اللي كانت ما بين ليفربول ومان سيتي على ملعب ليفربول، واحنا شفنا الاعتداءات اللي كانت ما بين جمهور مان سيتي او جمهور ليفربول على حافله مانشستر سيتي، لكن الاعتداءات ما يعني ما انتهتش وانتقلت كمان لمباراه العوده، وفي اعتداءات ما بين جمهور مانشستر سيتي وجمهور ليفربول بعد هدف محمد صلاح. احنا عارفين ان الجمهورين ممكن نلاقي بعض من جمهور ليفربول ممكن يقعد وسط جمهور مانشستر سيتي، انا بقول بعض الجمهور مش هنقول 100، لا ممكن بعض المشجعين اللي مش بيلاقوا اماكن وبيعرفوا يشتروا تذاكر في جمهور مان سيتي يخشوا ويقعدوا وسط الجمهور، لكن بصراحه انا اول مره الاحظ او نشوف ان في اعتداءات ما بين جمهورين بيشجعوا مع بعض في انجلترا، انا بقول في انجلترا وفي اسبانيا مش في دول، يعني الدول دي بيكون عندها شويه ثقافه فبالتالي بيتقبلوا الهزائم او النقد او احتفالات بعض المشجعين اللي بيبقوا موجودين، لكن طبعا من غير استفزاز ومن غير اثاره اي عصبيه موجوده بين الجمهورين.
تعالوا بقى نسمع دلوقتي جمهور ليفربول وهو بيهتف لنجمهم الاول ونجمهم الاوحد والفخر لينا وفخر للعرب كلهم لاعبنا المصري محمد صلاح. هنسمع هتاف جمهور ليفربول محمد صلاح ونرجع نكمل معاكم. محمد صلاح مش بس بقى نجم كبير لينا كعرب وكمصريين، لا ده كمان بيوصل بيه الامر ان المعلقين في افريقيا بيتخانقوا بسبب محمد صلاح، لان في اثنين معلقين بيتخانقوا او بيحصل ما بينهم اختلاف في وجهات النظر بسبب محمد صلاح. تعالوا نشوف ازاي المعلقين في افريقيا محمد صلاح بيقدر ان هم يوصلهم ان هم يتخانقوا مع بعض بسبب ان واحد طبعا اثنين متعصبين جدا، فهنشوف معاكم ازاي بيتم الشجار ما بينهم ونرجع نكمل معاه. يعني المذيع اللي احنا شفناه بيتكلم على محمد صلاح عنده كميه معلومات وعنده كميه حماس لمحمد صلاح، ممكن يكون كتير من المصريين ما عندهمش الحماس ده، وكمان خلاه قاعد ساكت اول دقيقه مش عارف يتكلم ولا يرد عليه، كان طبعا بيقارن محمد صلاح بفيكتور موزيز لاعب تشيلسي واوباميانج لاعب دورتموند السابق ولاعب ارسنال الحالي، زي ما حضراتكم شفتوا قال له ما ينفعش تقارن محمد صلاح باي حد من افريقيا، الاثنين دول يعني اكيد طبعا نجوم كل حاجه لكن ما عملوش اللي عمله محمد صلاح مع منتخب مصر وصعود مصر كاس العالم، وكان مع روما وفيورنتينا ومع ليفربول، كمان قال له في مصر بيشبهوه بميسي. فاحنا طبعا يعني بنشكرك على حماسك وعلى مدافعتك على لاعبنا المصري محمد صلاح، واكيد يعني مش انت بس اللي بتتكلم عليه، ده العالم كله في اوروبا وكل العالم بيتكلموا على محمد صلاح وعلى تالقه وعلى يعني كفايه ان هو بيسابق ويصارع طبعا ميسي على لقب الحذاء الذهبي، واللي ان شاء الله ينتهي بفوز محمد صلاح بتسجيله اكبر كم من الاهداف في البطولات ان شاء الله. لسه مكملين مع محمد صلاح واحتفالات فريق ليفربول وصعوده لدور قبل النهائي في الشامبيونز ليج. تعالوا بقى نشوف واحنا بنتكلم مع حضراتكم ازاي جوارديولا ستيفن جيرارد واحد من اساطير ليفربول اللي كان مخلص جدا ورفض ان هو ينتقل لاي فريق اوروبي كنايه عن اخلاصه لفريق ليفربول، وفعلا ختم حياته في ليفربول وهو من اشد المعجبين بمحمد صلاح. ستيفن جيرارد واحد من المحللين اللي بيحللوا طبعا سواء الشامبيونز ليج او الدوري الانجليزي على احدى القنوات الفضائيه في انجلترا، وبالتالي تعالوا نشوف تفاعل برضه ستيفن جيرارد واحنا بنتكلم مع حضراتكم على هدف محمد صلاح. واحنا شفنا طبعا التحليل كان بيتم من داخل الملعب، وهنا كان احتفال ستيفن جيرارد بهدف محمد صلاح اللي احنا شفناه طبعا، ده ريو فيرديناند اللي بيشارك محمد صلاح في التحليل، وبالتالي ستيفن جيرارد يعني بيتمنى وبيتوسم خير في الجيل الحالي لفريق ليفربول ان هو يعيد مباراة اي سي ميلان اللي كانت بتقام في اسطنبول، واللي قدر فريق ليفربول بعد تأخره 3-0 أمام إي سي ميلان إن هو يعادل النتيجة ويتفوق بركلات الجزاء. تعالوا لسه مكملين نشوف ونسمع بقى مع حضراتكم جمهور ليفربول بعد إحراز هدف صلاح في مرمى سيتي من قلب المدرجات. تعالوا نسمع جمهور ليفربول إزاي احتفل بالهدف التعادل الهدف الأول لمحمد صلاح ونرجع نكمل معاك. Oh my God! Oh my God! Oh my God! La 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 la! Egyptian king!
يعني محمد صلاح كل ما نشوف فيديو نقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظك ويبعد عنك شر الإصابات. وتعالوا نسمع طبعا ونشوف إيمانويل أمونيكي لاعب نيجيري واحد من نجوم الكرة النيجيرية، هو بيتكلم عن محمد صلاح وعلى حلمه بالتتويج لطبعا الكرة الذهبية لمحمد صلاح. تعالوا نشوف ونسمع إيمانويل أمونيكي قال إيه على محمد صلاح واحتمالية فوزه وترشيحه للكرة الذهبية. كلنا عارفين طبعا الجمهور المصري في اي مكان معروف بجبروته ومعروف بقوته، سواء موجود في انجلترا او سواء موجود في اسبانيا او موجود في مصر. فمباراه مان سيتي وليفربول اللي اقيمت في الشامبيونز ليج، عارفين طبعا ان في جمهور مصري بيتابع محمد صلاح وبيروح وراه في كل حته، اي ملعب بيلعب فيه في انجلترا بيبقى موجود فيه. فوصل الامر ان واحد من الجمهور المصري أو واحد مصري موجود في إنجلترا وبيشاهد المباراة كان موجود وسط جمهور مانشستر سيتي، ومش بس يعني مش بس كان موجود، لا ده كمان هتف لمحمد صلاح بعد إحرازه الهدف تعادل الهدف اللي كان بنسبة 90% أنهى كل أحلام وطموحات مان سيتي. فتعالوا نشوف قوة وجبروت المشجع المصري اللي هتف باسم محمد صلاح وسط جمهور مانشستر سيتي. زي ما احنا شفنا المصريين معروفين بجبروتهم ومعروفين بقوتهم في اي حته بيتواجدوا فيها في العالم، فزي ما احنا شفنا بيهتف لمحمد صلاح ذا ايجيبشن كينج من ملعب الاتحاد ومن وسط جمهور مان سيتي. يعني مشجع لمانشستر سيتي تراهن مع دكتوره او الدكتور الخاص بيه في جامعته على فوز وتاهل مانشستر سيتي، لكن للاسف بيخسر رهانه. والدكتور هو دايما اللي بيتفوق على يعني مش دايما، لكن الدكتور بيتفوق على تلميذه وبيكسب رهانه وتأكيده لصعود ليفربول للمباراة النهائية. يعني تعالوا نشوف واحنا مع حضراتكم احنا بنتكلم نشوف ازاي المشجع قصر رهانه من يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي. نسمع مع حضراتكم او نشوف يعني هنا الاستاذ او هنا الدكتور اتراهن مع الطالب على تاهل فريق ليفربول، والطالب قال مان سيتي. تاني يوم المحاضره على طول يعني زي ما احنا شايفين عمل عليه حفله، طلعه وبدا يغني اغنيه طبعا مو صلاح وماني ماني وفيرمينيو والحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي كلها. والتاني بقى مش عارف يتكلم لكن انتوا حضراتكم شايفين ان الدكتور لابس تيشيرت مانشستر يونايتد، لكن هو اليونايتد والسيتي مش بيحبوا بعض، فبالتالي الدكتور تمنى تاهل فريق ليفربول، وبالتالي طبعا الطالب يا عيني مش عارف يفتح بقه ولا عارف يقول له اي حاجه لسببين. اول سبب ان هو الدكتور بتاعه فهيقول له ايه، ثاني حاجه ان هو بيشجع جمهور بيشجع فريقه خسران، فللاسف ما عندوش اي حاجه يقدر ان هو يعني يحفظ بيها كرامته، لكن الحمد لله ان فريق ليفربول هو اللي صعد في الاخر. و يعني لسه مكملين مع جوارديولا ومع الفيديوهات اللي احنا عارفين ان ثقافه الجمهور هي ثقافه احترام وحب ومفيش اي تجريح ولا اي اساءه لاي طرف من الاطراف، فبالتالي بعد المباراه سواء كان ليفربول خسر او مان سيتي خسر كان هيتم يعني بقى عمل فيديوهات ساخره على الفرقتين. فحظ جوارديولا ان جه فيه، يعني جوارديولا هو اللي خسر فبالتالي اتعمل فيديو بيسخر من بيب جوارديولا، لكن في حدود الادب وفي حدود المسموح ليه في انجلترا وروح رياضيه عاليه جدا من اي حد، مش بس بيب جوارديولا لا ده اي حد بيتم عمل فيديو ساخر عليه يعني بيتقبلوه ما عندهمش اي مشاكل. فتعالوا نشوف الفيديو اللي بيسخر من بيب جوارديولا بعد خسارته من الشامبيونز ليج. Oh,
ناس محترفه وناس بتعرف هي عايزه ايه وبتعمل ايه. وبصراحه يعني فيديو مضحك جدا، لكن زي ما انا قلت الناس بتتقبله بصدر رحب جدا وما عندهاش اي مشاكل في السخريه، لكن في حدود المسموح. يعني هنختم ب يعني روما محمد صلاح يعني اكيد روما يعني بيكن كل الفضل والتالق اللي كان بيتالقه محمد صلاح في صفوف فريق روما الموسم الماضي، وان هو سبب بعد طبعا ربنا سبحانه وتعالى في وجود روما في الشامبيونز ليج وصعوده لدور قبل النهائي. شفنا طبعا الحساب روما بعد القرعه وبعد ما ليفربول طبعا او وقعت بيه القرعه ان هو يلعب امام فريق ليفربول، واحنا شفنا ان طبعا يعني خصمنا او منافسنا هيلعب ضدنا 180 دقيقه بس وات ايفر هابنز وي ويل فريندز فور لايف، ما يعني مهما حصل بغض النظر عن النتيجه هنفضل صديقين مدى الحياه. لوكينج فورورد تو سيينج يو اجين، يعني طبعا يعني باصين الى مباراتنا عشان تجمعنا بيك تاني ونشوفك مجددا في ايطاليا وعلى ملعب الاولمبيكو. محمد صلاح رد عليهم طبعا باحترام وباحترافيه كبيره جدا وقال لهم اكيد طبعا 100% كلامكم صحيح، وبالتالي زي ما انا قلت كره القدم كل حاجه هتزول، لكن يبقى السيره الطيبه والاخلاق والعمل والجهد، وده اللي احنا بنشوفه في ابننا محمد صلاح ان هو بيضرب رساله كبيره جدا ما بين طبعا جمهور روما وجمهور ليفربول وكمان فيورنتينا لما انتقل، ما كان بيلعب في فيورنتينا وانتقل لفريق روما وحصل ما بينهم مشاكل، لكن يبقى محمد صلاح بيدي مثل طيب جدا باخلاقه وبانطباعاته الجيده في ملاعب اوروبا وفي ملاعب انجلترا. خلصنا ليفربول وخلصنا مان سيتي واحتفالات طويله واحتفالات كبيره جدا لمحمد صلاح ويورجن كلوب ولكل زمايله، وننتقل الى المباراه اللي انا بعتبرها من وجهه نظري هي من افضل الريمونتادا اللي حصلت في تاريخ كره القدم. يعني انا شايفها اقوى من ممكن تكون اقوى من مباراه برشلونه وباريس سان جيرمان، عشان يعني حاجات كتير جدا. اول حاجه ان برشلونه كسبان نتيجه كبيرة على ملعبه، تاني حاجة ما كانش حد يتوقع تماما ان فريق روما يعود يعني من بعيد ل 3-0 بدون برشلونة انه يحرز ولا هدف، وكمان روما فريق بيلعب على قد امكانياته ما عندوش النجوم العالية جدا. باريس سان جيرمان كان عنده نجوم وبرشلونة عنده نجوم، برشلونة كان عنده نيمار، عنده ميسي، عنده سواريز، باريس سان جيرمان نفس القصة، فبالتالي كانت الموضوع صعب، لكن ده مستحيل فريق روما مستحيل ان هو يكسب برشلونة على الورق، لكن مع الجهد والكفاح والإخلاص في العمل مع مدير فني عنده رؤية فنية محترمة وعالية جدا، عرف إن مفيش حاجة في كرة القدم اسمها مستحيل، وقدر إن هو يقود فريق روما بالفوز على برشلونة بميسي بسواريز بكل النجوم بعثمان ديمبلي بكل النجوم اللي شاركت وكان ليها دور في المباراة 3-0. فريق برشلونة ما راحش بولا هجمة، ما كانش فيه أي كور خطرة، يعني هنشوف دلوقتي مع حضراتكم المباراة اللي أنا بعتبرها واحدة من أفضل المباريات الفنية والخططية والتهديفية، مباراة روما وبرشلونة في ملعب الأولمبيكو. تعالوا نشوف أهداف مباراة برشلونة وروما ونرجع نكمل معاكم احتفالات فريق روما. مش كان يتوقع فوز فريق روما على برشلونة بعد المباراة الأولى اللي كانت في كامب نو وخلصت 4-1. لسه مكملين معاكم بقى، ومش بس يعني المباراة واللعيبة احتفلت، لا ده الجمهور في إيطاليا جمهور مجنون كورة، جمهور بيحب الكورة جدا، وكمان لما يجي فوز كبير على فريق زي برشلونة فالاحتفالات هتبقى احتفالات مجنونة زي ما احنا شايفين. تعالوا نسمع كمان بالصوت ونشوف ازاي ناس مبتكرة وناس فرحانة لتقابل فريقها اللي اعتقد ان عمرها ما كان حد يتوقع فريق روما وصعوده على حساب فريق برشلونة.
tutti infami, è successo. Mi sta scoppia il cuore, mi sta scoppia, è successo davvero. ومن بره الملعب لجوه الملعب واحتفالات الملك، الملك هو توتي، توتي طبعا من اعظم لعيبه فريق روما وواحد من نجوم الفريق اللي زيه زي ستيفن جيرارد، رفض اغراءات ماليه كتيره جدا عشان ينتقل من صفوف روما لصفوف انديه كبيره، لكن روما يبقى او توتي يبقى ملك روما مهما اختلف الاجيال ومهما اختلف العصور. وهنا طبعا من داخل غرف خلع الملابس دي فرانشيسكو وتوتي واحتفال كبير جدا مع لاعبه فريق روما بعد التاهل التاريخي والتاهل اللي هيتحفر فيه التاريخ باسمائهم، باسماء دي فرانشيسكو واسماء توتي واسماء اللعيبه اللي موجوده كلها وجمهور روما اللي عاصر المباراه الحاليه. ما اعتقدش ان روما لعب اعظم من كده مباراه في تاريخه، كمان يعني باللعيبه والامكانيات اللي موجوده حاجه عظيمه جدا وحاجه كبيره جدا لفريق روما. فريق روما اثبت ان بالكفاح زي ما انا قلت، ومفيش حاجه مستحيله في كره القدم، كل حاجه ممكنه. عندك 11 راجل في الملعب يقدروا يلعبوا، يقدروا يؤدوا طوال 90 دقيقه، عندهم تركيز، عندهم روح، عندهم حماس، ايا كان مين كان الخصم، اعتقد ان هم كفيلين بالفوز والصعود ايا كان الخصم مين وايا كان نتيجه المباراه الاولى. لكن يبقى كره القدم هي اللعبه الاولى في العالم اللي بنجد فيها متعه واثاره وشعبيه. فطبعا يعني ده كانت احتفالات فريق روما، و من داخل غرف خلع الملابس. الفيديو اللي قبليه طبعا شفنا الجمهور، لكن زي ما احنا شفنا الملك توتي ودي فرانشيسكو بيحتفلوا مع لاعبي فريق روما. طبعا من احتفالات لحسره، وطبعا يعني ميسي يمكن من اعظم لعيبه العالم اللي جم في تاريخ كره القدم، هنشوف الحسره على وشه بعد طبعا الاهداف وبعد خروج برشلونه. واكيد طبعا كان كل الكاميرات مركزه مع رد فعل ميسي وعلى وشه بالتحديد. تعالوا نشوف الحسره، ملوش يعملوا اي اضافه لفريق برشلونه، وروما بالكفاح وبالعرق وبالجهد يقدروا ان هم يتفوقوا على فريق برشلونه. ونروح لجمهور برشلونه ونشوف رد فعل المشجعين او رد فعل مشجع برشلوني بعد خساره فريقه من روما بثلاث اهداف مقابل لا شيء. يعني زي ما احنا شايفين كل جمهور برشلونه كان زعلان جدا، جمهور روما كان مبسوط، جمهور ريال مدريد كان مبسوط. الاثنين دول كانوا هم اكتر اثنين فرحانين في جمهور برشلونه. ويعني اعتقد هنا تفسيري للقطه دي ان هي بعد الهدف الثالث، يعني بعد الهدف الثالث او بعد انتهاء المباراه. يعني بجد كره القدم حاجه صعبه جدا، الجمهور ده يعني اكتر حد بيصعب على الواحد، ان الجمهور بيكون وافي جدا، وللاسف ما فيش حد هيكسب على طول ولا في حد هيخسر على طول. برشلونه ياما كسب فهيجي عليه الوقت اللي هيخسر فيه، لكن جمهور برشلونه يعني متعشم خير، عنده عشم كبير جدا ما بينه وما بين اللعيبه اللي موجوده او الجيل الحالي. احنا بقى لهم فتره كبيره جدا، يعني بالنسبه لجمهور برشلونه لم يحقق الشامبيونز ليج، بقى لهم تقريبا بطولتين ودي البطوله الثالثه اللي برشلونه يعني خيب ظن جمهوره فيه وما قدرش ان هو يبقى موجود فيها المباراه قبل النهائي، وبالتالي برشلونه هيتحرم من لقب الثلاثيه. وبرشلونه هو عنده مباراه نهائي كاس ملك اسبانيا علشان طبعا بعد ما يتم التتويج ببطوله الدوري يقالوا او يبقى ليه بطوله هي بطوله كاس ملك اسبانيا اللي لو فاز بيها يبقى حقق الثنائيه وابتعد عن الثلاثيه. لسه مكملين مع برشلونه وروما، ويعني هنشوف فيديو للاعيبه برشلونه وهم بيتم تنويمهم بالتنويم المغناطيسي. فيديو طبعا غريب وفيديو جديد، لكن تعالوا نشوف ازاي بيتم تنويم مش بس اللعيبه، يعني الفكره العامه لفكره التنويم المغناطيسي بس هتتم على لاعبي برشلونه. فتعالوا نشوف ونرجع نكمل معاكم. ترجمة
واحد. A Iván, Natalia y Chris, que se escuchan a él. Chris, ¿cómo estás? Muy bien. Ok. O sea, es una cosa que cuando más mueves el brazo, más te pesa la cabeza. De hecho, es como un masazo y te duermes profundamente. Duerme profundamente y duerme profundamente. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Un placer, soy Jeff. Un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Dame un segundo, por favor. Ya vengo enseguida. Duerme profundamente. Más profundo. De hecho, estás más profundo y más a gusto. Pues lo que vamos a hacer es, usando la imaginación, la hipnosis, vamos a hacer que tú no existas. Y te voy a robar. Te voy a robar ahora. ¿Me miras así? No. Te voy a robar tu personalidad. Tú eres otro cualquiera. Porque Pablín yo va a ser Ignacio. Hola. Todos. Y tú. Tú estás tocando ahora, solo tú, Iván. Eres además el super más grande fan que existe sobre la faz de la Tierra, hasta diría del sistema solar de Paulinho. Y además te mueres por... Tú estás tocando, solo tú, por un autógrafo con él. 1, 2, 3, estamos abiertos. Señora, con vosotros. Mira qué tenemos aquí. ¿Qué? No, se levantó primero. Lo siento. Venga. Hola. Paulinho, ¿eh? ¿Tenemos a Iniesta? No, admiro. Hay una cosa que admiro que hiciste, de verdad. فوز روما على برشلونة مش بس جنن الجمهور، لا ده جنن كمان رئيس النادي. رئيس نادي روما بيحتفل مع جمهور روما في الشوارع إيطاليا، وكان منظر طبعا يعني يدل على كرة القدم هي لعبة طبعا شعبية ولعبة جماعية، وجمهور كرة القدم أكيد هو الجمهور من وجهة نظري الأعظم في العالم من حيث اللعبات الجماعية كلها. لكن منظر أكيد مهم جدا إن هو مش بس رئيس روما بيحتفل مع جمهوره، لا ده كمان يعني بينط بلبسه أو بينط بهدومه كلها في حمام السباحة أو في نافورة موجودة في الشارع اللي بيحتفلوا فيه الجمهور. وبالتالي كانت لقطة مهمة جدا، يعني الجمهور يعني رئيس روما يعني مفيش فرق ما بينه وبين الجمهور، وبيحتفل معاهم عادي جدا بعد كمان ما طلع من المية ومبسوط، يعني ولا في الأحلام إن فريقه يفوز على فريق برشلونة ب3 أهداف ويطلع فريق كبير زي فريق برشلونة من دور الثمانية للشامبيونز ليج، ويبقى موجود وسط 4 فرق عظام وأقوياء بينافسوا على لقب واحد وهو الشامبيونز ليج. برضه لسه مكملين مع طبعا الحسرات والبكاء لجمهور برشلونة، يعني بنوريكم جانب روما وهو جانب الفرح والاحتفالات، والناحيه الثانيه بنوريكم رد فعل طبعا جمهور برشلونه الذي زي ما انا قلت طبعا جمهور برشلونه جمهور روما فرحان اكثر منه، وجمهور ريال مدريد فرحان بيه، والاثنين دول هم الجمهورين اللي فرحانين في فريق برشلونه. ونشوف بقى وطفل يعني طفل صغير بيبكي بعد خساره برشلونه وخروجه. نروح لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس، ومباراة اعتقد ان هي ما تقلش يعني متعة واثارة عن مباراة روما ومباراة برشلونة. هي مباراة ريال مدريد ويوفنتوس اللي انتهت بفوز يوفنتوس 3-1، ويعني كلام كتير جدا على ضربة الجزاء، هل هي ركلة جزاء ولا مش ركلة جزاء، هل ريال مدريد يستحق الصعود ولا لا. طبعا احنا في الاول وفي الاخر هو قرار حكم، وقرار الحكم اصفر عن وجود ركله جزاء، وبالتالي رونالدو ساهم في صعود ريال مدريد الى دور قبل النهائي. لكن المباراه كانت قويه جدا، يوفنتوس فعلا يعني اداء رجولي كثير جدا من ملعبه. لو نفتكر طبعا مباراه توتنهام كانت على ملعب ويمبلي، وقدر يوفنتوس يصعد من المباراة الثانية. نفس القصة كانت في ملعب سانتياغو برنابيو، أحرز 3 أهداف وتألق وكاد أن يصعد طبعا لولا الدقائق طبعا اللي اتلعبت في آخر المباراة واللي حصل فيها ركلة جزاء، وبالتالي ريال مدريد هو اللي صعد لدور قبل النهائي، ويوفنتوس خسر لكن كسب روح كبيرة جدا، كسب جمهور ريال مدريد زي ما جمهور يوفنتوس سقف ليه رونالدو بعد احرازه هدف رائع جدا في مباراته الاولى طبعا في ملعب في تورينو. نفس القصه جمهور ريال مدريد بيسقف لبوفون
بعد ما اضطرب وخرج طبعا من الملعب. جمهور ريال مدريد بيسقف لبوفون الأسطورة الإيطالية ومن أحرس من أحسن الحراس اللي جم في تاريخ العالم. طبعا احنا هنشوف هدف رونالدو ورد الفعل من المدرجات. الهدف ده كان في الدقيقة 97 أو 96 من الوقت. طبعا حكم المباراة بعد ما المباراة انتهت أكيد كان في تعليقات كتيرة جدا ونقد كبير جدا ليه، زي ما أنا قلت ركلة جزاء أو مش ركلة جزاء، زي ما أنا قلت لحضراتكم من وجهة نظري يعني كلعيب كورة قبل كده، إن في المنطقة دي المدافع المفروض ما يلمسش أي حد موجود، وكمان في الوقت الضايع دقيقة 97 أو دقيقة 96 وخسارة 3-0 و يلعب على ملعب ريال مدريد وضغوطات كبيرة جدا من كل حتة، وأي لمسة زي ما احنا بنقول هيحصل فيها تدخل من الحكم سواء فاول أو سواء ركلة جزاء. ده اللي حصل، إن الحكم حسب ركلة جزاء، لكن الحكم مش هيسلم من جمهور ونقد كرة القدم اللي موجود في العالم كله. فبالتالي زي ما احنا قلنا في سخرية أو في حد للسخرية من طبعا المدربين أو الحكام، جمهور كرة القدم اللي مش يعني المضاد أو اللي بيشجع يوفنتوس واللي ما بيحبش ريال مدريد مسك الحكم وبقى فيديوهات ساخرة، فبالتالي تعامل فيديو للحكم ساخر، لكن زي ما أنا قلت في حدود الأدب والاحترام والحد المسموح به. فزي ما اتعامل في جوارديولا اتعامل في حكم مباراة ريال مدريد ويوفنتوس. يعني بالمناسبة الحكم طبعا كان إنجليزي وكان يعني محور الكلام على انجلترا، ان بقى بعد الماتش ده يعني وكمان ليكم عين تقولوا ان مالكمش حكام في كاس العالم. عرفتوا ليه بقى مالكمش حكام في كاس العالم يا انجليز؟ تعالوا نشوف الفيديو الساخر من حكم مباراه ريال مدريد ويوفنتوس ونرجع نكمل معاكم. يعني زي ما احنا شايفين فيفا، حد بيلعب فيفا، فيعني خلى الحكم يحتفل مع لعيبه ريال مدريد بعد احرازه للهدف. فدي الناس يعني كانت تقصد ان الحكم المباراه هو اللي ساهم في فوز ريال مدريد وصعودهم للمباراه النهائيه. اخر مباراه نروح لها هي مباراه بايرن ميونخ واشبيليه واللي انتهت 0-0، واعتقد ان البايرن كانت مباراه صعبه جدا بالنسبه له، لكن طبعا قدر ان هو يحسم فوز. وفيدال، فيدال لاعب بايرن ميونخ الحالي اللي كان موجود في المباراه، لكن كان موجود في المدرجات ما شاركش في المباراه، لكن عمل لقطه اكيد كل وسائل الاعلام كانت بتتكلم عليها، هي ان هو كان بيشاهد احداث فريقه السابق يوفنتوس امام فريق ريال مدريد، واللي كان متاثر جدا اكيد ومتحمس ليه. يعني فريقه كان نفسه ان هو يكسب، لكن زي ما انا قلت ريال مدريد بيصعب. فهنا فيدال كان بيتابع المباراه، وهنا بعد ما رونالدو احرز هدف الفوز على فريق يوفنتوس، وبالتالي فيدال كان يعني غضبان جدا وكان متضايق، لكن لقطه اكيد مؤثره، لقطه عظيمه جدا جدا للاعب عنده وفاء وعنده يعني حب النادي السابق. مش بس كانت علاقه ان هو كان بيلعب في النادي لفتره وبعد كده مشي خلاص، لا ده لسه العلاقه الطيبه اللي بتكمل. وانا زي ما انا قلت كره القدم بتزول، كل ده بيزول، لكن يبقى السيره الطيبه والمعامله الحسنه هي دي اللي بتبقى في ملاعب كره القدم. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم قرعه اليوروبا ليج اللي موجود فيها محمد النني مع ارسنال والمباراه الناريه اللي هيلعب فيها امام اتلتيكو مدريد، وكمان فوزه بجائزه لاعب الاسبوع في اليوروبا ليج بعد تصويت اللي حصل في طبعا خلال او بعد المباريات دور الثمانيه. هنتكلم معاكم بالتفصيل وهنستعرض القرعه، لكن هنروح لفاصل ونرجع هنكمل مع حضراتكم. مين جدا هيكونوا طبعا هياخدوا مكانهم في اليوروبا ليج؟ احنا كلنا اكيد هنركز مع مباراه ارسنال واتلتيكو مدريد. وبالمناسبه في الاربع فرق اللي موجودين الفريق الوحيد الحاصل على البطوله او بطوله اليوروبا ليج هو فريق اتلتيكو مدريد، الفريق الوحيد اللي قدر يحصل على لقب البطولة قبل كده هو فريق أتلتيكو مدريد. ثلاث فرق تانيين ما عندهمش أي بطولة أو عندهمش أي رصيد من الفوز بالبطولات. مارسيليا صعد مرتين للمباراة النهائية لكن لم يحلفوا التوفيق ولم يحلف شوية، لكن
فريق مارسيليا ايضا فريق عريق، ممكن يكون كتير مننا ما عصروش الجيل الذهبي لفريق مارسيليا، لكن في فرنسا مارسيليا وليون اكيد ليهم تاريخ طويل جدا اكيد، وموناكو ليهم تاريخ كبير جدا، لكن هنا التاريخ بينتصر على الروح وعلى العزيمه وعلى الاصرار، فمارسيليا بيفوز وبيصعد على لايبزيج. المباراه الثانيه مباراه سيسكا موسكو وارسنال، والانتقال بيكسر عقده الملاعب الروسيه والفرق الروسيه. احنا عارفين ارسنال بقاله فتره كبيره جدا ما بيكسبش قدام فرق روسيه، لكن العقده بتنكسر مع ارسن فينجر ومع الجيل الحالي لفريق ارسنال. المباراه الثالثه سبورتنج لشبونه واتلتيكو مدريد، واللي انتهت بفوز سبورتنج لشبونه 1-0. المباراه الاولى انتهت بفوز اتلتيكو 2-0 سالزبورغ النمساوي. فريق ريد بول سالزبورغ كان بيلاعب فريق لاتسيو، والمباراه انتهت 4-1. لاتسيو كان متفوق في المباراه الاولى، كلنا قلنا ان لاتسيو خلاص صعد وعلى اعتاب صعوده لقبل النهائي، لكن المباراه بتتلعب في النمسا وعلى ملعب سالزبورغ، ولاتسيو بيتقدم في الدقيقه 55 عن طريق طبعا نجمهم ايموبولي وهدف اول، وخلاص بينتهي طموح واحلام فريق سالزبورغ، والمباراه بتبقى يعني خلاص يعني 5 اهداف للاتسيو 4 على ملعبهم، ولعبها سالزبورغ قدر ان هو يتفوق عليها باقتدار وطبعا بجداره. وبكده طبعا احنا كده استعرضنا مع حضراتكم قرعه الدوري الاوروبي، وزي ما احنا شفناها ارسنال هيلاعب اتلتيكو مدريد ومارسيليا هيلاعب فريق سالزبورغ، وشفنا مع حضراتكم اهداف الجوله. هنكمل مع حضراتكم قبل طبعا ما نختم، عندنا وقت قليل جدا، لكن نستعرض مع حضراتكم اهم الفيديوهات طبعا المتنوعه اللي كانت موجوده في الاسبوع الماضي. وكالعاده صلاح لاعب الشهر في الدوري الانجليزي، مش بس في الدوري الانجليزي، لا ده كمان لاعب الشهر في فريق ليفربول، واعتقد ان محمد صلاح يعني اكتر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي بنسختها الجديده من سنه 92 ان يحصل على اللقب 3 مرات، مفيش لاعب قبل كده في التاريخ بطولات الدوري الانجليزي من سنه 92 حقق اللي محمد صلاح حققه. ربنا يحميك ويبعد عنك كل شر ويبعد عنك شر الاصابات. وكمان هو اللاعب الشهر للمره السادسه لفريق ليفربول. فمحمد صلاح بسم الله ما شاء الله زي ما احنا قلنا لقبين، لاعب الشهر للدوري الانجليزي وهو ثالث مره يحصل عليها في الموسم الحالي، هو اكثر لاعب في التاريخ يحصل على لقب لاعب الشهر، كمان سادس مره يحصل على لقب لاعب الشهر لفريق ليفربول. هدف محمد صلاح في واتفورد الافضل في شهر مارس، احنا عارفين ان محمد صلاح طبعا احرز هدف رائع جدا في شباك واتفورد، وبالتالي تم استفتاءه تم استفتاء على موقع طبعا ليفربول كالتالي، ومحمد صلاح اخذ احسن هدف في الشهر لفريق ليفربول. هنروح بقى يعني اغنيه جامده جدا، اغنيه صعيديه لمحمد صلاح، يعني حاجه بصراحه مكسره الدنيا، هي اغنيه صعيديه، فانا مش هحرق لكم الاحداث، تعالوا نسمعها ونشوفها ونحكم عليها بعد ما نشوفها، لكن انا متوقع ان شاء الله ومتاكد ان هي هتعجب حضراتكم، ونشوفها ونرجع نكمل معاكم. يعني زي ما قلت لحضراتكم اغنيه جامده جدا واغنيه صعيديه، وزي ما قال كوتينيو لا وفيرمينيو قال يروح برشلونه ويسيبنا مش هنديله تعظيم سلام. لسه مكملين مع محمد صلاح مع اقتراب طبعا موعد شهر رمضان، اكيد كل تاجر عايز بقى يفكر في فكره كده ازاي يكسب بيها، فبسرعه بقى تعالوا نعمل فانوس محمد صلاح ونبيعه للناس، فاكيد هيتم بقى الاقبال عليه يكون كبير جدا. فده فانوس محمد صلاح يعني هو دقنه شعر ورقم 10، فهو دقنه شعر يديك محمد صلاح ورقم 10، لكن زي ما انتم شايفين عامل ايده كده يعني اللي هو يعني يلا اشتروني بقى وايه وفرصه وشهر رمضان وفانوس وبينور، واكيد يعني هنجيبه، اكيد كل ناس كتير جدا، في ناس كتير جدا ممكن تجيب الفانوس ده، يعني الفكره كلها ان محمد صلاح بقى يعني مطلب لكل الجمهور المصري والعربي، فيعني خلاص كل سنه طيبين بمناسبه شهر رمضان، وان شاء الله بيحقق اعلى المبيعات عشان محمد صلاح حبيبنا، يعني محدش يزعل مننا. طيب محمد النني زي ما احنا قلنا اخذ افضل لاعب في الدوري الاوروبي، ده طبعا موقع اليوروبا ليج وبلاير اوف ذا ويك وينر محمد النني، وبالتالي زي ما احنا قلنا اعلى الاصوات حصل عليها محمد النني في الجائزه الخاصه باليوروبا ليج.
زي ما احنا عارفين ان طبعا محمد النني اكيد لسه بنتكلم عليه، وكان في جلسه تصوير اخيره لمحمد النني حرص عليها مع الموقع الرسمي لفريق ارسنال، يعني كانت فيها شويه رياكشنات كده، يعني حماسات كده بحماس طبعا زي ما احنا شايفين رد فعل محمد النني لجلسه التصوير. ده جلسه خاصه بمحمد النني، وكمان كانت على الموقع الرسمي لارسنال تي في وويب سايت ارسنال، و دي بعض اللقطات اللي احنا بنستعرضها امام حضراتكم الخاصه بجلسه التصوير الاخيره لمحمد النني. تعالوا نروح بقى لواحد من لاعبتنا المحترفين في الخارج. هو عنده مواهب كتيره جدا غير كره القدم. هو لاعب عمرو ورده. عمرو ورده زي ما احنا عارفين واحد من اللعيبه المميزه اللي بتلعب في اليونان، ومش بس كده هو عامل معاهم كيمياء كبيره جدا، وعارف ان هو يتاقلم مع الوضع في اليونان وعارف ازاي يتعامل معاهم. يعني انا مش هحرق لكم، لكن تعالوا نشوف عمرو ورده ايه التاني مميز فيه غير كره القدم، ونرجع نكمل معاكم. في رومانو سيس ساكا باو باو مايسترو اوبا هاي دي هاي دي تو جيت سامثينج تاولو ما فيراسو ماتيا ميكانينا هيلا يا كوماتيا ديفي 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 داي ديفي داي ديفي 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 داي كريلي ماخليناكي ما بوتسي سفرماكي ما بوتسي سفرماكي كريلي ماخليناكي كريلي ماخليناكي ما بوتسي سفرماكي تو وردة يا زوارة بسانة كريلي ماخليناكي اكيد تو وردة روني بولا المصريين اذكياء جدا، بسم الله ما شاء الله. اي بلد بيروحوا فيها بيعرفوا الكيمياء وبيعرفوا يتعاملوا مع الشعب اللي موجود، زي ما احنا شفنا محمد صلاح متالق في ليفربول ومكسر الدنيا، وعارف يبقى موجود كيمياء ما بينه وما بين جمهور ليفربول وجمهور انجلترا. نفس القصه عمرو ورده عارف كيمياء الشعب اليوناني، بيغني اغانيهم وبيغني طبعا يعني زي ما احنا شفنا في الاستوديو، راجل محترف جدا مش بس في كره القدم، لا في الـ في الـ في الاغاني اليونانيه. ف يعني كان لازم نعرض لحضراتكم مواهب عمرو ورده مش بس في الكوره، لا في الغناء. وخلاص كده مستقبل عمرو يعني محسوم بعد اعتزاله كره القدم، هيتجه للمجال الفني. لسه مكملين مع حضراتكم، وكلنا اكيد عارفين باتريك افرا لاعب الفرنسي لاعب منتخب فرنسا ولاعب طبعا يوفنتوس ومان يونايتد السابق، واحنا عارفين ان هو يعني مجنون انستغرام ومجنون سوشيال ميديا وبيحب السوشيال ميديا وبيحب يعمل فيديوهات غريبه جدا جدا، لكن في الاخر بتضحكنا. فيعني اخر فيديو موجود معانا او هنعرضه امام حضراتكم هو فيديو يعني غريب جدا، اللبس طبعا غريب والستايل غريب وكل حاجه غريبه. فتعالوا نشوف باتريس افرا في اخر واحدث فيديوهاته على الانستغرام والسوشيال ميديا وازاي كسر الدنيا بعد الفيديو ده. تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. قبل طبعا ما نختم مع حضراتكم ونشوف الجداول، هنروح لاول فريق رسميا توج ببطوله الدوري. هو فريق بايرن ميونخ فاز ببطوله الدوري الالماني، فاكيد كان في احتفالات في اخر مباراه جمعت فريق برشلونه في المركز الاول 79 نقطه، اتلتيكو مدريد في المركز الثاني 68 نقطه، و
فالنسيا في المركز الثالث ب 65 نقطة، ريال مدريد في المركز الرابع ب 64 نقطة، وريال بيتيس في المركز الخامس 59 نقطة. نروح للدوري الألماني. زي ما احنا قلنا ان فريق بايرن ميونخ فاز ببطولة الدوري، بالتالي 72 نقطة مركز أول، يليه شالكا مركز ثاني 52 نقطة، والمركز الثالث بروسيا دورتموند 51 نقطة، وبايرن ليفركوزن في المركز الرابع ب 48 نقطة، وأينتراخت فرانكفورت في المركز الخامس 46 نقطة. نروح للدوري الفرنسي. باريس سان جيرمان على بعد طبعا خطوات من حسم اللقب رسميا، 84 نقطة مركز أول، موناكو مركز ثاني 70 نقطة، وليون في المركز الثالث 63 نقطة، ومارسيليا في المركز الرابع 63 نقطة، أما رن في المركز الخامس 47 نقطة. ونختم مع حضراتكم بالدوري الأكثر إثارة ما بين الدوريات الخمسة الكبرى اللي بنعرضها مع حضراتكم، والدوري الإيطالي. يوفنتوس مركز أول 81 نقطة، يلي نابولي في المركز الثاني 77 نقطة، ولاتسيو في المركز الثالث 60 نقطة، وروما في المركز الرابع 60 نقطة أيضا بتساوى مع لاتسيو. إنتر ميلان في المركز الخامس 59 نقطة. طيب برضو يعني يوسف المساكني لاعب التونسي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي هيغيب عن منتخب تونس في طبعا كاس العالم. فدي كانت لفته طيبه جدا للاعبي الترجي في الدوري التونسي ليوسف المساكني، طبعا بيواسوه، واكيد طبعا ده عند يوسف المساكني طبعا حاجه كبيره جدا، يعني احسن بالنسبه له من 1000 كاس عالم لما يكون في حب واحترام لزمايله ليه في الملعب، فحاجه تحترم بصراحه. وان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه ويرجع احسن من الاول، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وطبعا دي كان لازم نختم بيها مع حضراتكم، لفته طيبه جدا ومحترمه. بشكر كل القائمين على البرنامج، طبعا يعني رئيس التحرير استاذ محسن ممنون، احمد شهاب، وحسام السيد، ابراهيم محمد، ومحمد مرتضى، وعمر البنوبي، وعمر عصام، و أخيرا مخرج البرنامج شادي عبد السلام. إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة في الأسبوع اللي جاي من نوال سكر على قناة النادي الأهلي. إن شاء الله يكون معنا بقى أحداث جديدة وفيديوهات متنوعة، ونشوف بقى محمد صلاح وآخر بقى مغامراته في الدوري الإنجليزي، وأيضا محمد النني، وإن شاء الله كل التوفيق للاعبتنا المصريين في الخارج. إن شاء الله نشوفكم على خير في حلقة جديدة من نوال سكر على قناة الأهلي يوم الجمعة القادم. نشوفكم على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم.